السلام عليكم يا رب جماعه تكونوا بالف خير في اليوم ان شاء الله النهارده من نص كيلو كنافه هنعمل ثلاث صواني كنافه كريمه وكنافه بالقشطه ثلاث ثواني حجم عائلي زي ما انتم شايفين الشكل وسمعت صوت الكنافه بالكريمه في اول الفيديو عامله ازاي هشه ودايبه وفي نفس الوقت مش بيضه من جوه ولا فيها اي مشكله ومع العلم متقطعه بعد مرور ست ساعات فالحل عشان الناس اللي الكنافه بتبيض معاها هتعرفوا في الفيديو ده ان شاء الله يا ريت بقى يا جماعه كل اللي لسه جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس واهم حاجه كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركه وما تنسوش تعليق عشان تعليقاتكم راحنا جدا محدش ينسى يسيب الاعجاب والتعليق يلا نبدا هنبدا يا جماعه بالشربات معايا 300 جرام سكر 150 مل ميه 50 جرام عسل جلوكوز مش متوفر عسل جلوكوز يبقى بديله عسل النحل وبالمناسبه البوتاجاز يعني الحمد لله كويس يعني انا كنت بستدعي النسخ من قبل لان انا عندي كميه شربات كتيره جدا فاني انا بديلكوا المعلومه وخدت قد ايه بالظبط وتشتغلوا ازاي بنرفعهم يا جماعه على النار وقت ما يغلهم بنهدي النار بنصبهم ربع ساعه وزره ملح ليمون على طول بس كده تمام نتاكد اكتر بناخد كده من المعلقه على ايدنا لحد ما يعمل خط متصل يبقى كده تمام تمام فنصبر لو ما عملش بعد كده يا جماعة معايا دول كانوا تلات أرباع كنافة بس ما غير نص كيلو بس معايا خمسمية جرام كنافة يا جماعة تمام وتكون طرية لأن كل ما بتكون طرية كل ما ما بتبقى كميتها معاك كتيرة لأن كل ما بتبات بتخف فبقى بتهدر جامد يعني ما بتطلعش كمية أو إنتاج كويس فتخلوا بالكم النقطة دي تبقى طازة بتقطعها بإيدك كده وتفككيها من بعضها وبعد كده بتنزلي بستين جرام سكر بودرة بالشكل ده وتعديه على مصفى بعد كده يا جماعة بتغلفوا الكنافة بالسكر البودرة كويس جدا اللي هي اللي يفضل ليها اللي تكون طرية طبعا الناس اللي بره كنافتهم مظبوطة فيهاش أي مشكلة مجرد ما بتتفك من الفريق من التجميد بتبقى طرية عادي احنا بنتكلم عن اللي بتبقى عندنا يعني وكده في مصر اول حاجه يا جماعه بعد ما غلفتهم كويس بغطيهم وبسيبهم في جنب معايا بعد كده عشان لسطانيتين معايا 800 مل لبن ومعايا 300 مل ميه مدوب فيهم 100 جرام نشا بعد ما اللبن يغلي بهدي النار وبنزل بالنشا تدريجيا زي ما انتم شايفين بالشكل ده وبفضل استمر في التقليب تمام قدامكم كده ما ينفعش اللبن مثلا يغلى حاجه بسيطة وتقوم نازله بالنش هيقوم شادد في بعضه ما يبقاش كويس معاك وهيحبب مش هتبقى مظبوطه فتخلوا بالكم النقطه دي وايدك بتستمر على طول تمام طبعا يا جماعه النار هاديه خالص تخلي الفقاعات دي تخف شويه ما بتنتهيش تماما تمام عشان دي وجود ميه عشان ما تنفخش في الفرن وبعد كده يا جماعه بنرفعها من على النار ونصبها تبرد في جنب دي مختلفه عن النسخه المفرومه اللي حضرناها من قبل قبل كده لان المفرومه بنغلف الكنافه بالسمنه وبنبطنها وبتبقى الكريمه سايحه وبنحطها عليها ونسيبها تبرد وكده بعد كده يا جماعه معايا صينيه مقاس 28 دينها سمنه سايحه المهم اللي انا بعمل عزل بين ارضيه الصينيه وبين الكنافه استنى بعد كده يا جماعه بنزل بالكنافه اللي انا فرطتها كده بايدي وبرشها كده في انحاء الصينيه طبقه متوسطه زي ما انتم شايفين بالشكل ده بعد كده يا جماعه بكيس وببدا ان انا احط صينيه اصغر منها بشويه او بتدخل فيها وببدا ان انا اكبسها اعرف ان هي اتكبست ازاي لما بحط ايدي عليها بلاها شدت خالص وبقت هي يعني والصينيه سواء الصينيه الثانيه مدهونه سمنه وبنبدا اللي احنا نرش الكنافه بالشكل ده دي نسخه القشطه تمام وما بنكبسهاش ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين بالشكل ده بعد كده يا جماعه بكون مجهز سمنه مسيحه سبق وقلت لكم في الفيديو السابق قبل كده السمنه يفضل مثلا يكون عندكم علبه مثلا اللي هي علبه الفواكه اللي بتبقى معلبه دي او علب الصلصه وتخرموها من تحت هتبقى اسهل عليكم وهتوفر معاكم في السمنه بننزل كده يا جماعه بنوزع السمنه كده وبعد كده ببدا اللي انا اما تاخد مني شويه كويسين من السمنه ببدا اضغط على الكنافه عشان لو في حاجه متخزنه تتوزع وتغلف معايا انحاء الكنافه البيضة بتاعتي اللي ما بالسمنه بعد كده دايركت على فرن سابق التسخين مسبقا على درجه حراره 200 مئويه على الرف الاول تمام مش فاتح الشوايه على الاطلاق نركز ان الكنافه دي لازم تطلع واخده دهبي غامق شويه عشان ما ترطبش معاها اللي هي بتكون بالقشطه خرجت يا جماعه من الفرن باللون ده بصفي السمنه بتصفي السمنه طبعا لازم تصفوها تمام بس عشان التصوير وكده وبعد كده بدلها من الشربات التقيل اللي احنا حضرناه من قبل لكل صينيه كده وبسيبهم في جنب بس كده لحد ما يبردوا بعد كده يا جماعة ندخل في نسخ الكنافة الكريمة معايا صواني مقاس اثنان وعشرين تمام او ثلاثة وعشرين بصوا يا جماعة دهنهم سمنة وببدأ كده ارش طبقة كنافة في كل ارضية صواني بالشكل ده طبقة متوسطة ومش كتيرة الناس اللي بتقول نص الكمية ونص الكمية ده ملوش اي مقياس حطيت كيسة ولا صناعي بتدخل فيها وكبستها بأي حاجة متوفرة عندي يعني بتتكبس معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كبست معايا كويس اهي يا جماعه الكريمه بتاعتي سبتها تبرد وبوري لكم بنزل بجزء منها وببعد عن الاطراف تمام الحته اللي كانت في الجنب دي شلتها ملحوظه مهمه تبل ايدك سمنه وتوزع الكريمه عمرها ما توزع معاكي غير كده عشان دي ملحوظه مهمه عشان تبقى طالعه معاكي مظبوطه وناعمه زي بتاعتي لان مهما كان كريمه بارده وعايزين شكلها يبقى منتظم بعد التسويه بعد كده يا جماعه بنزل بكنفة برده تاني زي ما انتم شايفين بالشكل ده والفرن برده سابق التسخين مسبقا على درجه حراره 200 مئويه او 220 كحد اقصى من تحت فقط وليس من فوق ومن تحت عشان ما تتحرقش معانا وبنسكنهم كويس وبنكبسهم زي ما كبسنا الأرضية بالظبط أنا مش حابب بس أطول عليكم الفيديو دمكم هوا يا جماعة أي حتى تخشنا زي دي بتقوم شايلاها بتبقى يعني بالمكنة يعني اللي عاملاها وكده ببدأ أوزع كده السمنة بتاعتي دي كانت العلبة كانت محطوطة في مايكروويف تمام لحد ما ساحت لو هتوزع من العلبة عادي لو مثلا بالكرنيب فزي ما انتم شايفين بالشكل ده بس الافضل عشان توفروا يا جماعه في السمنه علبه تخرموها من تحت او اللي هي بتبقى مثلا الادوات اللي هي بتاعه التوزيع المقصوصه اللي بتبقى فيها ثقوب من تحت المهم خدت منك كم كرنيب كده تبدا تضغطي بال بالاداه اللي معاكي باداه التوزيع ايا كانت كرنيب او اي حاجه بحيث ان توزعها على الانحاء البيضاء قعدت معايا يا جماعه في الفرن حوالي تلت النص ساعة حسب كل درجة حرارة فرن المهم ان هي شدت من الجنب وفصلت بقوم اللي انا قلبها في واحدة قلبتها عشان دي ما قلبتهاش وشايفين الوش لونه موحد ازاي والتانية قلبتها عشان تشوفوا اللي الوش معايا طلع زي الضهر وفرن البوتوجاز كمان تمام كسرتها كده يا جماعة بشوية فستق زي ما انتم شايفين مجروش وشوية مطحونين برضو عشان اعمل كده ايه توزيع في الشكل زي ما انتم شايفين بالشكل ده ودي التانية قلبتها هكذا الشربات بتاعها تمام البارد وببدا اللي انا اوزعه وفنشتها برضو بشويه فستق مجروش هندخل بقى يا جماعه نسيبهم بقى في جنب كده وندخل في نسخه القشطه ده قشطه يا جماعه تمام جاهزه انا كنت عملت معاكم قبل كده السنه اللي فاتت بكريم شانتيه وشويه قشطه وكلام من ده بس دي نسخه عادة بتتباع في اي محل من محلات منتجات الالبان ومش غاليه انا مستخدم بوك العلبة العاديه بسعر باقل من سعر الكريم شانتيه كمان اللي احنا هنستخدمه وطعمه غني تمام اي حد بيباع قشطه اي شركه بتبقى حلوه مش لازم بوك دي يعني العلبه دي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كانت ب 22 بحق الكريم الشنطه اللي احنا هنستخدمه وزعت طبقة القشطة يا جماعة بعد ما الكنافة سبناها تبرد ودي الطبقة التانية اللي احنا ما كبسناهاش تمام اديت لها شوية شربات بسيط وهرستها بإيدي زي ما انتم شايفين بالشكل ده وهبدأ أوزعها على وش الكنافة يا جماعة أما حاجة بعد ما تهرسوها وما تنسوش إن أي حاجة لازم ش... السمنة تتصف زي ما انتم شايفين بالشكل ده طبعا يا جماعه وزعته وديت لها شويه فستق برده مجروشين ممكن ادي ضغطه بالصينيه التانية عشان الطبق تاني يمسكوا في بعض اكتر لو انتم مستعجلين وعايزين تقطعوا مثلا بعد ربع ساعه كده او لو كده سيبوها في التلاجة شوية فستق كده مجروش وشوية زبيب ممكن تحط شوية جوز هند عريض تحمصوه عادي مفيش أي مشكلة مش لازم المكسرات اللي أنا حاططها جوز هند عريض والزبيب أفضل ما تحطوش فول يبقى طعمه مش حلو فيها فخلوا بالكم وشويه بندق كده بهم الشكل زي اللي بتتجاب من بره بالظبط وما قعدتش شايفين وفرنا وعملنا ثلاث صواني من نص كيلو كنافه بس الحاجه هدرت معانا ولا فيها اي مشكله من المشاكل شايفين اللون عامل ازاي مظبوط جدا وحبيت لكم عشان يعني اوري ان هي مش مخزنه سمنه او فيها اي حاجه هنبدا نقطع منها قطعه انا ما حبيتش اخلي طبقه القشطه كثيفه قوي عشان ما تبقاش تقيله واللي ياخد القطعه ما يسيبش منها يعني يكملها للاخر ابدا كده اقطع قطعة قدامكم ان شاء الله مظبوطه جدا ولونها معبر رهيبه هات لكم اهو تفاصيلها جميلة جدا ولا فكة ولا اي حاجة ومكبوسة صح ولا لازقة في الصينية ولا فيها اي حاجة دي يا جماعة التانية تمام طبعا سمعت الصوت في اول الفيديو صبرت عليها ست ساعات عشان اوريلكم ان هي محتفظة بقوامها وكل حاجة شايفين ما شاء الله ونعمة والكريمة وكنافة دايبة ولا بيضة ولا اي حاجة ومقرب لكم كمان عشان تشوفوا اكتر اهو في قطعة كمان نبدأ نقطع كمان قطعة تمكم ما شاء الله مظبوطة جدا كريمتي ناعمة طبقات الكنافة مظبوطة مش بيضة ولا فيها أي مشكلة من المشاكل أتمنى الفيديو يكون عجبكم لو الفيديو عجبكم محدش ينسى يسيب إعجاب للفيديو والسلام عليكم